طيب سريعا في الوقت المتبقي، المشهد اولا اهو قدامنا في طلعت حرب، واضح انه الشرطه تمكنت من تفريق كل المتجمعين في ميدان طلعت حرب، وهيكون معانا مراسلنا دلوقتي. لكن بيان مجلس الوزراء الحقيقه يبدو شويه في حاجات غريبه. اجتمع الدكتور حازم ببلاوي رئيس مجلس الوزراء اليوم بعدد من ممثلي جبهه الانقاذ وممثلي الشباب بحضور وزير التضامن دكتور برعي، وذلك لمناقشه تطورات الاوضاع السياسيه والاقتصاديه، وقد تناولت المناقشات ايضا موضوع قانون تنظيم حق في التضامن والأحداث التي وقعت اليوم، وطلب المجتمعون بالإفراج عمن تم احتجازهم أثناء مشاركتهم في التظاهرات، وقد وعد رئيس الوزراء بمتابعة ما تسفر عنه التحقيقات النيابة في هذا الشأن توصلا للاستجابة لهذا المطلب. والحقيقة أن الاستجابة دي بتحدث أو جزء منها حدث. لكن شوفوا بقى، وأبدأ الحاضرون عدد من الاعتراضات والتحفظات على بعض مواد القانون، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مجتمعية مشتركة لدراسة هذه الآراء. الله، طب إذا كنت ناوي تعمل لجنة مجتمعية مشتركة يبقى ما عملتش ده ليه قبل إصدار القانون؟ ما احنا اتنبح صوتنا وقلنا يا جماعة هناك اعتراضات، ومجلس القومي للإنسان قال هناك اعتراضات، وجمعيات حقوق الإنسان قالت هناك اعتراضات، وأنا نفسي قلت يا جماعة في بلاش، يعني لو القانون فيه مشكلة ما تفرقش، جمع ما تفرقش. دلوقتي لجنة مجتمعية لمناقشة القانون دلوقتي؟ ما عملتش ده في الأول ليه؟ يعني ليه ما سمعناش وجهة النظر امبارح لما سألت الدكتور ببلاوي عن استجابته لما قاله مجلس قومي لحقوق الإنسان؟ قال استجبنا لجزء من ملاحظاتهم وجزء آخر لم نستجب إليه. طب إذا كنت ناوي تعمل لجنة ليه ما عملتهاش في الأول؟ الأستاذ حازم عبد العظيم، مساء الخير يا أستاذ حازم. مساء الخير أستاذ غنيم، أهلا بيك، تفضل قول لي تعليقك على هذا المشهد. المشهد قدامي واضح جدا، وأنا كنت متوقع تقريبا كل الاحداث دي. القانون كان ممكن جدا يفوت الفرصه على ما يحدث لو كان وافقوا على جميع طلبات مجلس القومي لحقوق الانسان، كويس؟ نعم. هم وافقوا على جزء وفي جزء ما وافقوش عليه، والقانون طلع بصوره، انا شفت قوانين اخرى افضل كثيرا من قوانين اخرى، كويس؟ لكن في النهايه القانون صدر من رئيس الجمهوريه. وبالتالي يا اما عندها دوله يا اما ما عندناش دوله. الجماعه اللي تظاهروا النهارده، وانا عارف طبعا مين اللي بيحركهم، ده موضوع تاني. مين يا حازم؟ مين بيحركهم؟ لا يعني معلش هحتفظ بنفسي دلوقتي لغايه لما تيجي الوقت المناسب، لان انا متابع كويس الاحداث. لكن كان الهدف من التظاهر النهارده مش للمحاكمات العسكريه، كويس؟ لا، هو الهدف اختبار وضرب هذا القانون. القانون ده كان هيحجب مسيرات الاخوان بدرجه كبيره جدا 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 كمان، لان كم المعلومات اللي هتيجي بالاختلاط كان هيساعد الداخليه في احتواء وتقويض العراق في مصر. ما حدث اليوم كالاتي، ان هم لا في نفس اليوم ما رضوش يدوا اختار، يعني هو لو كان عايز يقول ده للمحاكمات العسكريه وده حقه كان ممكن يدي الاختار وبعد ثلاث ايام ينزل ساعتها لو الدخلية. يقول لا للمحاكمات العسكرية زي ما هو عايز. ايوه بس هو هنا حازم بيتحدى الدولة، هو هنا وجهة نظره بالزبط. انا رافض لهذا القانون ورافض لهذه الدولة. بالظبط، هو تحدي للدولة وتحدي للقانون وتحدي بقى لثورة 30 يونيو من الاخر. طيب فلو الدكتور الببلاوي استجاب للافراج عنهم بدون الغرامة المقررة اللي هي 10,000 جنيه يعني بيخالف القانون، يبقى يقعد في بيتهم معزز مكرم، لان اللي بيحصل ده معناه كبير جدا 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 وخطير جدا جدا كمان، وده هيكون اخر مسمار بقى، ولانه ما يحدث الان هو عدم احترام للقانون الذي صدر وعدم احترام لرئيس الجمهوريه الذي اصدر القانون. طيب على الجانب الاخر، هل كانت الشرطه فظة؟ هل كانت الشرطه متجاوزه في هذا التفريق في رايك؟ القانون بينص على الاتي، نمره واحد كان في ميكروفون وقام بالانذار صوتيا وقال لهم لو سمحتوا مفيش اختار فبالتالي فضوا المظاهره، لم يستجيبوا. بدا بعد ذلك استخدام خراطيم المياه وشفناها، ثم قوانين الغاز لم يستجيبوا، ثم الهروات لم يستجيبوا. فإذا الداخلية مشت على القانون بحسبها. طبعا في أحداث فيها فض بالهروات قد يكون في عنف، ده أكيد ولا نريد هذا العنف،
لكن هم اللي ارادوا كده، اللي نزلوا المظاهره النهارده هم عارفين شافوا القانون وبيتحدوا وبيتحدوا الدوله. كويس، مش عايز اقول ان كلهم سيئ النيه، لكن عايز اقول ان معظمهم لا يريدوا هذا القانون، وقد يكون فيهم اختراقات اخوانيه. كويس، لان الاخوان مش بيشتكوا دايما على السطح. حضرتك اخوان ليهم نفس كل القوى الثوريه اللي انا شفتها من اول 25 يناير فيها اختراقات اخوانيه وفيها ناس محدش يعرفها، لان اللي حصل النهارده ده ملوش في حاجه واحده له هدف واحد واضح جدا، بيخدم على الاخوان وبيهدم ثوره 30 يونيو وبيعطل لجنه الدستور. وحاجه اخيره يا دميس عايز اقولها مهمه جدا، فضل. الجماعه بتوع لجنه الدستور اللي جمدوا عضويتهم، طالما انت لا تحترم قانون الدوله ولا تحترم رئيس الجمهوريه يبقى ما ينفعش تعمل دستور، انت غير مؤهل. احنا في لحظه فارقه جدا، ولابد من الرئيس عدلي منصور ياخد موقف حازم وصارم. شكرا حازم عبد العظيم. جميلة اسماعيل امين عام حزب الدستور، اعتقد من داخل اسم قصر النيل. جميلة مساء الخير، لماذا انت في اسم قصر النيل؟ انا في نيابة قصر النيل مع باقي الزملاء في محكمة عابدين. احنا جايين بنسلم نفسنا باعتبارنا دعينا لهذه الوقفة السلمية، التظاهرة السلمية ضد قانون التظاهر وضد مادة المحاكمات العسكرية يا استاذة نيل. طيب يعني طبقا للقانون المفروض يبقى فيه اختار، هل انت ضد القانون وضد تقديم اختار؟ اتفضلي. نمره واحد، هذا القانون احنا دعينا لهذه الوقفه يوم السبت اللي فات قبل صدور القانون، ده نمره واحد. نمره اثنين، لسه القانون لم يتم اجازه اللائحه الخاصه به. نمره ثلاثه، حتى لو تم اجازه اللائحه الخاصه به وحتى لو تم اعتماد هذا القانون بشكل نهائي، وقفه سلميه اما تبدا الساعه 4 ويتم تفريق والاعتداء المنحط على المتظاهرات. انا نازله النهارده وجايه محكمه عابدين وجايه نيابه قصر النيل علشان اللي حصل مع المتظاهرات النهارده اللي كانوا موجودين واقفين بشكل سلمي، استخدام العنف المفرط واستخدام التحرش الجنسي، استخدام المسجلين تاني والمسجلات تاني، استخدام نفس الطرق القديمه ونفس الاساليب القذره المنحطه اللي كنا بنشوفها قبل 25 يناير لن نسمح بيه. للاسف الشديد اللي حصل النهارده بيرجع حد زيي كنت متفرغه تماما عبر 7 شهور فاتوا لبناء الاحزاب ولبناء حزب الدستور علشان نقدر نبني وعلشان نقدر نستكمل خريطه الطريق، بينزلنا تاني بيرجعنا تاني نفس النقطه. وما كنتش اتمنى ابدا ان انا اسمح الدكتور اسمع الدكتور حازم بيتسرع بالشكل ده وبيحكم وهو ما كانش موجود، ما شافش العنف اللي حصل، ما شافش استخدام الغازات قبل استخدام المياه، ما شافش مباشرة إذا كان القائد اتكلم في الميكروفون دقايق وبعدها مباشرة تم الانقضاض على البنات قبل الولاد بالشكل السيء جدا ده. ففي الحقيقة أنا بس عايز أقول لك إنه وزير الداخلية قرر منذ قليل إطلاق سراح البنات والبنات الناشطات ونسائك يا مصر مش هيخرجوا من النيابة ولا الاسم إلا لما الشباب يخرجوا. أنا عايز أقول لك يا أستاذة لميس باعتبارك يعني امرأة مصرية زيك زي هؤلاء الناشطات والبنات اللي موجودين النهاردة، ان احنا حن 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 يعني هنأكد مرة واثنين وعشرة والف احنا مش هنسمح بظلم، مش هنسمح للعودة مرة تانية. وبنرجع تاني للأسف لنفس النقطة اللي احنا كنا اتحركنا منها وبعيد عنها من زمان بسبب القسوة والعنف والاساليب الاستخدام الاساليب المنحطه والقذره. نقطه على السطر. شكرا يا جميله. جميله اسماعيل امين عام حزب الدستور من داخل نيابه قصر النيل. الكاتب السياسي الاستاذ عادل نعمان، اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك، اتفضل. اعتقد ان الاستاذ جميل قد تجاهل كثيرا على ما حدث، وانا اعتقد ان هو يعني نوع من المزايده مرفوض. وإن كان هناك بعض لكن لم يكن على هذا النحو من الفجاجة والقبح التي تتحدث عنه. كان من المفروض بها أن تقول لهؤلاء الذين قد تجمعوا أمام مجلس الشورى أن يلتزموا بالقانون، إما أننا دولة قانون أو دولة غاب، لكن نوافق على فض اعتصام رابعة ولا نوافق على فض مظاهرة وفقا لقانون قد تم تنفيذه وقد تم اعتماده. في الداخلية يا سيدتي الفضيلة أنا لا أدافع عنها لكن منوط بها تنفيذ القانون وإفعاله. فحصل أنه ترجوا أحمد ماهر أكثر من مرة أن يلتزم بالقانون وأن يتقدم بطلب لهذه المظاهرة، وأعتقد أنه محمد عادل قد تقدم بطلب
على يطلع يوم 11 القادم ب 10 مليون مواطن علشان يحيل وزير الداخليه مصر في محك لا تحتمل المزايده من احد، لا من جميله اسماعيل ولا من غيره. طب يعني عند الاستاذه جميله مش موجوده فلازم نرد غيبتها. انا سمعتها. طيب. مزايدات السياسيه دي مرفوضه لسبب ما لاخر، عايز يدخل في مجلس الشعب، عايز يخش على رئاسه الجمهوريه على حساب الوطن مرفوض يا استاذه. الوطن اما وطن واما فوضى واما دوله محترمه تنفذ القانون تحت. شكرا استاذ عادل النعمان. هل عندنا وقت ناخد تليفونات ولا الوقت خلص؟ طيب وقتنا انتهى، لدينا حوار مهم مع الدكتور نبيل العربي الامين عام جامعه الدول العربيه. مره اخرى نريد دوله قانون ونريد تطبيق القانون بحكمه ووعي سياسي. على الشباب احترام القانون، في طرق لتغيير هذا القانون عن طريق في جاي بقى مجلس شعب ونغيره وما الى ذلك، لكن في النهايه في دولة قانون، يجب أن نحترم القانون ونحترم تطبيق القانون. على الجانب الآخر كمان الداخلية يجب أن تدرك الفرق بين مظاهرة ثورية ومظاهرة إخوانية مسلحة، مظاهرة معاها خرطوش ومظاهرة معهاش غير مجموعة شعارات بتطلقها حتى لو كانت شعارات ضد الدولة وضد الداخلية وضد الجيش أو ضد أي حد. دولة قانون وحكمة في تطبيق القانون. أتمنى لهذا المشهد أن ينتهي بسلم، يعني مش عارف الحقيقة أقول لكم إيه. نخرج فاصل، وبعد الفاصل الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة الدول العربية.